من ذاك اليوم عبر التاريخ التقية الأنبياء والمؤمنين مستضعفين. بعض الأوقات يستطيعون يتكلموا بحريتهم، أكثر الأوقات مضطهدين، فالعار على من يجبرهم على التقية. نعم، نحن نعتقد بأن التقية مستمرة إلى ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه، هو اللي يرفع التقية. ونعم، التقية كيف؟ انداري انداري، اشتردون الآن وحدة إسلامية، احنا معك وما تردون، عقيدتنا لنا، لكن رموزكم ما نقبل أحد يسب أحد، نتعايش معكم، نتعايش معكم في وطن واحد، في بلد واحد، نتعايش، نتفاهم، نتعاون، نستعمل انداري كل الناس حتى أعدائنا.